أما الجانب الأيسر من الجسم فيمثل الجانب الأنثوي لدى الرجال والنساء على حد سواء، ويدل على القدرة على طلب المساعدة، على الأخذ والاستسلام، على رعاية الآخرين والاهتمام بهم، على الإبداع والتعبير الفني، على الإصغاء إلى حكمتنا الذاتية والوثوق بها، وهو ذو صلة بالبيت وبالعالم الداخلي الباطني، عالم التفكير والحدس. تعكس المشاكل في الجانب الأيسر عند الرجل صعوبة في الاهتمام بالآخرين ورعايتهم، صعوبة في البكاء أو إظهار المشاعر أو الإبداع أو الإصغاء إلى حدسه وحكمته الداخلية. يقال للفتيان إن الرجال الشجعان لا يبكون، ولذلك فإن العديد من الرجال لا يتواصلون مع أحاسيسهم ويعبرون. بالنسبة إلى المرأة، يعكس الجانب الأيسر المسائل المتعلقة بالتعبير عن الأنوثة والشعور المرهف وسرعة التأثر والأمومة ورعاية الآخرين وبكيفية تقبل آراء الآخرين والاستجابة لها. ويعكس أيضا الجانب الأيسر علاقتكم مع الإناث، أمكم وأختكم وحبيبتكم وزوجتكم وابنتكم، والنزاعات التي قد تشوب تلك العلاقات. أخبرت المدلكة المعالجة جيني برايتون القصة التالية: جاء ديفيد للخضوع للتدليك بظهره، وعندما بدأت بتدليك ظهره راح يخبرني كيف ألغي زفافه الذي كان من المفترض أن يتم بعد شهرين، وكان قد حجز الكنيسة وحضرت العروس فستانها، كما أنه اشترى مع خطيبته بيتا يسكنانه. كان ديفيد يخطو خطوة مهمة ولم يكن ذلك سهلا عليه. كان الجزء الأيسر من أسفل ظهره، وهي منطقة الضفي ومقاومة الضغط ومنطقة العلاقة مع الجانب الأنثوي، متقلصا ومتوترا. أخبرني أنه انتقل مباشرة من العيش مع أمه إلى العيش مع خطيبته، وقد أدرك الآن مدى حاجته للاعتماد على نفسه وللاستقلال بنفسه. جسمك يتكلم، اسمعك.